تشكل العلاقة بين جامعة الأفريقية العالمية والندوة العالمية للشباب الإسلامي واحدة من نماذج التعاون في العمل المثمر لصالح المجتمعات الإسلامية في أفريقيا وقدرة هذه المجتمعات على تنمية الدول الأفريقية باعتبارها مساهمة ضرورية من المجتمعات المسلمة. الندوة لديها اهتمام بالطلاب الدارسين في مستويات التعليم العام والعالي، وجامعة أفريقيا العالمية في هذا تعتبر شريكة تقدم بعض الخدمات لهؤلاء الطلاب، هذا فضلا عن المؤسسات التعليمية التي تشرف عليها الندوة الآن في عدد من البلدان الأفريقية وعلى رأسها الكليات التي أنشأتها الجامعة في مواقع مختلفة من أفريقيا.